السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بلينري بيخليني أنسق وأظبط المشروع بتاعي وأقدر أعمل الـ OIR والـ EIR والـ Pension Plan. طيب ده في الجزء الخاص بالبلان، خلاص عملناه في الفيديو السابق. فأنا هخش في مرحلة سكوب، ودي مهم جدا على أساس ما يحصلش اختلافات. لا السكوب بتاعي أنا عملته، لا ده أنت عملت أقل من السكوب، فبيظهر معايا بالشكل دوت. تمام، فأنت بتقول له مثلا أنا عايز مرحلة الديزاين 3D كوردينيت وهكذا. طيب ممكن مثلا ننزل شوية ونختار مثلا الاكستيريور وول، هقول له ضيفها لي هنا وضيفها لي هنا. تمام، وممكن تيجي تشوف ال LOD، يعني على سبيل المثال مثلا هنا ال LOD 200، ممكن تقول له لا ده في مرحلة زر هتبقى 100 أو 200. لاحظ ان هو بيحط لك صورة للتسليمة نفسها، ال 300 بالشكل دوت، ممكن تخليها 350، ال 400 هيبقى فيه تفاصيل أكتر في ال RM exterior walls بالشكل ده. طبعا كل مرحلة بتاخد من المرحلة اللي قبليها وتزود عليها، وهو بيقول لك هنا دي architecture دي structure. تقدر تدخل هنا وتبدأ تحط ال description، تقدر تحط ال checklist، ايه العناصر اللي تعمل تشيك عليها عشان تتأكد انها مستندات مظبوطة. تقدر بقى تحدد مين اللي المفروض يعمل الحاجة ديت. فحاجة ممتازة جدا تنظيم للسكوب بتاع الشغل، يعني دي أعتقد أفضل حاجة موجودة في القصة ديت. أو ده العنصر هو بتاع الـ RM Wall Foundation. في مرحلة السكوب، وطبعا تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز مثلا كولابس اول اكسبند فولدر وهكذا. وانا دي الفيو سيتنج، انا عايز اشوف صور ولا لا، عايز اشوف تكست ولا لا، تمس الكود. ممكن تضيف مايلستون وفولدر وجروب زي ما انت عايز.